بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أهلا وسهلا بكم أعضاء النخبة العربية الثقافية الكرام في هذه الأمسية الطيبة التي نتحدث فيها عن صحابة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. نتحدث اليوم عن بطل منذ طفولته، وهو واحد من عظماء الإسلام الذين شبوا وترعرعوا في محراب هذا الدين العظيم، ويحق لكل مسلم أن يفاخر بسيرته العطرة وشمائله العظيمة، ويباهي الدنيا بأسرها بهذه الثمرة الطيبة والغرس النافع لهذا الدين العظيم الذي نشر النور والضياء والهدى والرحمة في ربوع الأرض. كانت حياته منذ طفولته حياة رجولة واستقامة واعتماد على النفس وتحمل للمسؤولية في أبهى صورها وغيره على العرض والأهل. وكما قلنا في بداية هذه السلسلة، ليس الغرض من الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم هو مجرد اغترار للماضي ومقارنة الأمس باليوم أو اليوم بالأمس، وإنما هو أن نعيد قيم هذا الماضي الجميل ونبثها في أنفسنا وفي أجيالنا المعاصرة. فكما نرى، فنحن بعيدون كل البعد عن تعاليم الإسلام، عن سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ربما يعني نتشبه بهم في ظواهر الأمور، أما عندما نتعمق في حياتهم فنرى أن هناك بونا شاسعا بيننا وبينهم. لذلك نرجو من خلال هذه السيرة التي نسلط فيها الضوء على هؤلاء الأبطال خاصة في طفولتهم أن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم، كما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. حديثنا اليوم عن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمه هي السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه هو الزبير ابن العوام ابن خويلد أخو السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وحسبك بهذا النسب رفعة وشرفا ومجدا. توفي أبوه وهو صغير، فقامت أمه على تربيته ورعايته على أفضل ما تكون التربية والرعاية، فهي توجهه في لين دون عنف وتداعبه، ولا تألو جهدا في تقويم شخصيته. هكذا الأمهات الصالحات في كل زمان يعني يقمن بدور مكمل، بل دور أساسي في تنشئة أولادهم على الرجولة وعلى الصفات الحسنة، وهي تسد أي خلل إن غاب الأب أو لم يكن له دور جوهري لأي سبب من الأسباب. الأب قد يكون مشغولا، قد يسافر، فالأم هي تكمل دور الأب. لذلك كانت أم الزبير هي المدرسة التي تعلم فيها ونشأ على الرجولة وعلى الطباع والصفات الحميدة. كانت تحاول بذلك أن تغرس فيه الثقة بالنفس، يعني عندما تشتد عليه قليلا فإنما الغرض من ذلك أو من وراء ذلك هو أن تغرس فيه ثقته بنفسه كي يشب على معاني الرجولة والفتوة ومكارم الأخلاق في غير عنف وفي غير يعني إيذاء أو إهانة، وإنما يعني بالتوجيه الذي فيه حنو ومحبة. وحين يقتضي الأمر الشدة كانت تؤدبه وتنهره، وربما لجأت إلى ضربه ضربا خفيفا غير موجع لتنبيهه على خطأ ارتكبه. كان عمه نوفل ابن خويلد كلما رأى منها ذلك عاتبها وقال لها: ما هكذا يضرب الولد؟ إنك تضربينه ضرب مبغضة. يعني طبعا هذا لكي يعني من وجهة نظره يجعلها تغير من أسلوبها، أو هو يراها وهي تنهره أو هي تؤدبه كأنها تبغضه. لكنها رضي الله تعالى عنها كانت تجيبه قائلة في أبيات من الشعر
أو الرجز من قال إني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب ولا يكن لماله خبأ مخب، يعني يأكل في بيته من يأكل في البيت من تمر وحب. هذه زي الأرجوزة أو مثل الكلمات غير الموزونة يعني على بحر شعري بعينه، وإنما هي كانت بعض يعني الكلمات التي يقولها الآباء أو الأمهات أو الناس في مناسبات يعني بعينها. ولما كانت حجة أم الزبير أقوى من حجته، كان عمه لا يجد أمامه سوى الاستغاثة والاستعانة بأخواله من بني هاشم، فكان يشكو ما تفعله أمه صفية بابنها ويقول لهم: يا بني هاشم، ألا تزجرونها عني؟ ألا تنهونها عن ضرب ابنها؟ فطبعا هذا من العم ربما يعني كما نعلم يعني نوع من الخوف على الابن أن ينشأ منكسرا أو يعني فيه بعض التشوهات النفسية أو غير ذلك، لكن الأم كانت أدرى بمصلحته وبما يصلحه، لأنها هي التي تعيش معه وهي التي تعلم كل شيء عنه، رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. بدأت رحلة الزبير مع الإسلام مبكرا، فقد كان في 12 من عمره تقريبا أو أكبر من ذلك بقليل حين اختار الدخول في الإسلام. لم يدخل الزبير تقليدا أو عصبية، وإنما عن وعي وبعد تفكير عميق، فقد كان لديه من الوعي والذكاء ما يمكنه من معرفة حقيقة الإسلام وما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان يعرف أخلاق محمد صلوات ربي وسلامه عليه وصدق ما يدعو إليه الناس، فإنه لم يجرب عليه كذبا قط، ولم يكن طامعا في سلطة أو محبا لدنيا ورئاسة. يعني هذه هي مفاتيح شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي يريد أن يعرف الإسلام عليه أن يعرف رسول الإسلام، أخلاق رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. عاش بين الناس قبل البعثة نحو 40 عاما، لم يعلم عنه يعني أنه كان محبا لسلطة أو رئاسة أو لدنيا أو لشهوة أو لغير ذلك، كان معروفا بين الناس بالأخلاق الحميدة، فهو الأمين المؤتمن الذي كانت الأمانات تودع عنده حتى ممن اختلفوا معه فيما بعد. فلذلك فكر الزبير جيدا عندما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، فكان من المبادرين ولم يكن يحتاج إلى مجهود كبير، ودخل الزبير الإسلام بكامل إرادته ودون تقليد لأحد أو ضغوط من أحد. وقد تحمل الزبير في جلد وصبر ورجولة نصيبه من التعذيب والترهيب على يد أعمامه، وفعلوا كل شيء حتى يردوه عن الإسلام ولكن دون جدوى. يروى أن عم الزبير كان يعلقه في حصير ويشعل النار بالقرب منه ليرجع إلى الكفر فيقول: لا أكفر أبدا. تحمل الزبير عقاب عمه في شجاعة ولم يتراجع عن حقه في اختيار دينه، فقد قارن قبل إقدامه على هذه الخطوة المصيرية بين حياة الجاهلية وما يسودها من ظلم وجهل وعدوان، وبين الإسلام وما يدعو إليه من عدل ومحبة ومساواة، فاختار الإسلام عن قناعة تامة وأخلص له وآمن بمبادئه، وأعد نفسه ليكون واحدا من دعاته والمبشرين به. لم تكن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في بدايتها سهلة ولا يسيرة، فقد كان سفهاء مكة يصدون عن الإسلام بكل السبل، حتى أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ألفوا عبادة الأصنام واتباع الشهوات والبطر والاستعلاء. لذلك كان أصحابه ومنهم الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين يحيطون به، يخافون عليه، يحرصون على حمايته ضد أي خطر يتهدده. ومن هذه المواقف أن الزبير كان جالسا في بيته في وقت قيلولة، والناس في وقت القيلولة يكونون متخففين من ملابسهم، كان متخففا من ملابسه في هذا الجو الحار، يتناول طعامه مع أهله
وإذا به يسمع صوتا آتيا من بعيد يشبه صوت استغاثة، وخشي الزبير أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أصابه أذى، ولم ينتظر الزبير حتى يرتدي باقي ملابسه، بل خرج وقد جرد سيفه من غمده كالأسد الهائج الذي يبحث عن فريسته. وفي الطريق التقى الزبير بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال، سأله في دهشة: ما لك يا زبير؟ يعني ما الذي أخرجك في هذا الوقت وعلى هذه الهيئة؟ فقال الزبير وهو يتفحص وجه الرسول صلى الله عليه وسلم: سمعت أنك قد قتلت يا رسول الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: فماذا أردت أن تصنع؟ فقال الزبير: إذا والله ما تركت أحدا من أهل مكة يهنأ بعد موتك، بل أخبط بسيفي هذا كل من ألقاه منهم. وكم كانت فرحة الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة وغامرة، فها هو ذا يرى ابن عمته الزبير على استعداد للتضحية بنفسه من أجله صلوات ربي وسلامه عليه، وعندئذ ضمه إلى صدره وأعطاه إزاره لكي يستتر به، ثم دعا له وقال: أنت حواريي. وهذه الحادثة جعلت المؤرخين يذكرون أن أول سيف رفع في الإسلام كان سيف الزبير، والحواري هنا هو الصاحب المقرب والناصر المؤيد، والناصر والمؤيد تشبيها له بالحواريين وهم أنصار عيسى عليه السلام. وأصبح الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع مرور الوقت واستعداده لفداء النبي صلى الله عليه وسلم ودينه بنفسه، أصبح من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن شعبة قال: سمعت أبا إسحاق السبيعي قال: سألت مجلسا فيه أكثر من 20 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان أكرم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا جميعا: الزبير وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. منذ دخوله في الإسلام رضي الله تعالى عنه وهو يعلم أن عليه أن يكون جنديا مخلصا لهذا الدين، وأن هناك ضريبة يجب أن تدفع، لأن المشركين لن يتركوا الأمر يمر بسهولة. ولذلك فقد وطن البطل نفسه على السمع والطاعة لله ورسوله، واستعد لخوض معركته الطويلة في ثبات وصبر. وكانت بداية تلك الرحلة الطويلة هجرته إلى الحبشة، فحين اشتد تعذيب الكفار للمسلمين وشق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر من يستطيع من أصحابه أن يهاجر إلى بلاد الحبشة لينعموا بالحماية في ظل حاكم عادل لا يظلم عنده أحد وهو النجاشي. وهاجر الزبير مرتين إلى هناك، وتحمل آلام الغربة ومشقة السفر مع من تحمل من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، نجاة بنفسه وبأهله، وامتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وبعد عودته من تلك البلاد إلى مكة المكرمة، كانت هجرته إلى المدينة المنورة، تلك الهجرة المباركة التي كانت فتحا مبينا للإسلام، وبداية حقيقية لتأسيس دولة قوية صامدة، صارت في زمن وجيز أعظم دولة في تاريخ الإنسانية، حيث انتشر الإسلام في تلك البقعة المباركة في كل ربوع الدنيا. من تلك البقعة المباركة انتشر الإسلام في كل ربوع الدنيا، ونشر المسلمون الحب والرحمة والمساواة والعدل والتسامح بين الناس. وفي المدينة المنورة بدأت المواجهة بين المسلمين والكفار، واشتدت المعارك واشتد القتال بينهم، وكان الزبير بن العوام في طليعة المجاهدين. لم يكن الزبير مقاتلا عاديا، بل كان مقاتلا من طراز فريد، فقد وهبه الله قوة كبيرة وجرأة في خوض القتال، فهو لا يهاب الموت بل يبحث عنه، وكأن شعاره الذي يعني لازمه طوال حياته: احرص على الموت توهب لك الحياة. وكيف لا يكون كذلك وهو يقرأ قوله تعالى؟ والصحابة عندما كانوا يقرؤون القرآن كانوا يترجمونه إلى أفعال وإلى سلوك. يقرأ قوله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومنذ أن وعى هذا المعنى وهو يتوق للشهادة في سبيل الله. لذلك إن أردت أن ترى مكانه في المعركة فابحث دائما عنه في مقدمة الصفوف، لا تجده مختبئا أو خلف أحد أو ينتظر حتى يقوم أحد بما يجب أن يقوم هو به، لذلك سوف تجده هناك شاهرا سيفه يقاتل قتال الأبطال. كانت الجروح الغائرة التي تخلفها المعارك على جسده أوسمة ودليل شجاعة وقوة، خاصة أنها لم تكن في أعمال قرصنة أو فتوة زائفة، وإنما كانت في سبيل الله. يعني نحن الآن نجد الأبطال الذين يعني ينفقون الأموال ويأكلون ويتدربون لكي يعني في النهاية يظهرون فتوتهم وقوتهم دون أن يعني يستفيد منهم المجتمع في أي شيء، لكن هؤلاء كانوا يعني يوظفون كل نعمة أنعم الله بها عليهم وكل قوة في سبيل الله عز وجل، فهذه القوة كانت في سبيل الله وكانت دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تكن لظلم أحد ولا لأخذ شيء من يد أحد. وكثيرا ما كانت هذه الجروح تلفت نظر أصحابه، يعني لما يشوفوا كثرة الجروح التي أصابته في المعارك المختلفة فكانوا يعني يتعجبون ويسألونه عنها. فقد خرج يوما بصحبة رجل من الصحابة، فنظر هذا الصحابي إلى جسده فرأى أثر السيوف والطعنات واضحا في أجزاء من جسده، فقال في دهشة: والله لقد شهدت بجسمك أو شهدت بجسمك ما لم أره بأحد قط. فرد عليه الزبير قائلا: أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. ومما يؤكد هذا المعنى ما قاله ابنه عروة ابن الزبير، قال: كان في الزبير 3 ضربات بالسيف، كنت أدخل أصابعي فيها 2 يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتدبه للمهام القتالية الصعبة التي تتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة والقوة، لأنه يعلم إقدامه وصدقه وإخلاصه وحبه للشهادة والتضحية في سبيل الله. وكان الزبير رضي الله تعالى عنه يقوم بالمهام الموكلة إليه على أكمل وجه. فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تلت قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وكان عندها عروة بن الزبير فقالت له: يا ابن أختي، كان أبوك منهم، الزبير وأبو بكر. ثم حكت له أنه لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه في يوم أحد وخشي أن يعود المشركون للقتال، أرسل في إثرهم 70 رجلا ليأتوه بخبرهم، وكان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وعن جابر قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة: من يأتيني بخبر القوم؟ فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. لم يغب الزبير عن مشهد من المشاهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ظل على العهد بكل يعني بكل ما أوتي من قوة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فقد حارب مع أبي بكر الصديق، حارب المرتدين وأبلى بلاء حسنا، وشهد معركة اليرموك التي كانت في أواخر خلافة الصديق وأوائل خلافة عمر. وأظهر الزبير كعادته بطولة وشجاعة وقوة لم يستطع أحد مجاراته فيها، فقد كانت المعركة في بدايتها تسير في صالح الروم وكادوا يحققون انتصارا كبيرا على المسلمين. ووضع الزبير يده على السبب، يعني وهو قاعد يشوف ليه كفة الروم يعني هي الراجحة، كان بيراقب الوضع، ليس فقط ان هو يعني عنده البطولة لكن عنده ايضا تفكير والمنطق والعقل والتفكير في ان الامور تحسم لصالح المسلمين، هي ليست بطولة فردية يخرج فيها الفرد ليقول انا اديت ما علي، لكن هو يسعى
إلى نصر هذه الأمة. لذلك ظل يفكر حتى وضع يده على السبب الذي من أجله كان الروم متغلبين ومتفوقين على المسلمين. كانت أعداد الروم كبيرة للغاية، وكانوا منظمين وعلى هيئة صفوف تبعث وتبث الخوف والرعب في نفوس من يبصرهم. عندئذ حمل الزبير سيفه وانطلق كالسهم يشق تلك الصفوف في شجاعة وثبات، يضرب يمنة ويسرة كل من يراه وكل من يقابله وكل من يواجهه من جنود الروم، وهو يصيح بأعلى صوته: الله أكبر الله أكبر، وما النصر إلا من عند الله. وعندما رآه المسلمون على هذه الحال ثبتوا وزال الخوف عن قلوبهم، وراحوا يقاتلون في شجاعة واستبسال حتى كتب الله لهم النصر في آخر الأمر. وقد شارك رضي الله تعالى عنه في فتح مصر، حيث التحق بجيش المسلمين تحت قيادة عمرو بن العاص، وكان له دور بارز في فتح حصن بابليون، وقد شهد عقد الصلح الذي أعطاه عمرو بن العاص لأهل مصر. كانت هذه صورة الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أرض المعركة وساحات القتال: ثبات وقوة وشجاعة. أما مع إخوانه وأصدقائه وأهل بيته وعامة المسلمين، فكان رضي الله تعالى عنه رجلا رقيقا سمحا، لين الجانب، حسن المعشر، يبذل وينفق ماله ويقدم نصيحته للمسلمين في محبة وإخلاص. فقد روي أن الزبير كان له 1000 مملوك، يعني ثروة كبيرة جدا جدا، يؤدون إليه الخراج، فكان لا يدخل بيته منها شيئا بل يتصدق به كله. أما عن سبب هذا الغنى، يعني لما نشوف ليه الصحابة كانوا أغنياء أو بعضهم كان غنيا على هذا النحو، فلعله يرجع إلى أولا عمله واجتهاده، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بدعوة بعينها فاستجاب الله تعالى لدعاء نبيه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. وأيضا كان معروفا بالصدق في التجارة وعدم التعلق بالدنيا. روي أنه لما نزل قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان؟ يعني كان في بداية حياته لا يملك سوى، أو لا يملك أكثر المسلمين أكثر من ذلك، وإنما هما الأسودان، التمر والماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون، يعني إذا كنتم الآن لا تجدون سوى التمر والماء، فسوف يأتي يوم تسألون فيه عن النعيم، يعني يصبح الفقير منكم غنيا. ومرت الأيام والسنوات، وكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح الزبير من كبار الملاك، حيث كان له 1000 مملوك يؤدون إليه كما ذكرنا الخراج. وقد ذكر أحد أصحابه أنه كان تاجرا محظوظا في تجارته، وقد قيل له يوما: بما أدركت في التجارة ما أدركت، أنت وصلت إلى ما وصلت إليه بأي طريقة؟ فقال: إني لم أشتري عينا ولم أرد ربحا، والله يبارك لمن يشاء. يعني هو ما كان يسعى إلى المال، ولكنه عندما كان يدخل في أي مشروع كان الله سبحانه وتعالى يبارك له. وفي هذا سر عجيب، فإن الإنسان ينال بالزهد في الدنيا وبالأمانة وحسن التوكل على الله وبالدعوة الصالحة ينال أضعاف ما يناله من الطمع والاستغلال والاحتكار. ولعل هذا كله كان السر في غنى الزبير رضي الله تعالى عنه وإقبال الدنيا عليه على هذا النحو. وقد كان الزبير حريصا على إيصال هذه المعاني السامية لأبنائه، فكان يقول لابنه عبد الله: إذا زادت ديونك وعجزت عن سدادها فاستعن بمولاي. وكان ابنه يسأله: أي مولا تعني؟ كان ابنه صغير، فهو كان بيبث في هذه المعاني، فيقول له: إذا زادت ديونك وعجزت عن سدادها فاستعن بمولاي. فيقول له: أي مولى تعني؟ فكان أبوه يجيبه: الله، هو نعم المولى ونعم النصير. فكان عبد الله بن الزبير من بعده إذا مرت به أزمة رفع يديه إلى السماء ودعا الله قائلا: يا مولى الزبير، اقض دينه وديني. لم يكن الزبير في يوم من الأيام من الباحثين عن الإمارة أو المال أو المنصب،
يكفيه قوت يومه الذي يغنيه عن السؤال. لقد كان أهم ما يشغله هو جهاد العدو والدعوة إلى الله وتربية أبنائه على معاني الرجولة والمروءة والاستقامة. وفي هذا الجانب بالذات، جانب تربية الأبناء، كان الزبير شديد الاعتناء بأبنائه بدءا من الإنفاق عليهم من الحلال واصطحابهم معه في الصلوات والمناسبات المختلفة، حتى عند اختيار أسمائهم كان يسميهم على أسماء شهداء الصحابة ليكونوا قدوة لهم، وعسى أن يرزقهم الله مثلهم بالشهادة. وفي هذا يقول الزبير إن طلحة بن عبيد الله يسمي بنيه بأسماء الأنبياء، وقد علم ألا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لأسمي بني بأسماء الشهداء لعلهم يستشهدون. ومن أبنائه عبد الله وعروة والمنذر وعاصم والمهاجر وجعفر وعبيدة وعمر وخالد ومصعب وحمزة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقبل أن نودع هذا البطل، يحسن بنا أن نعرض موقفه من الفتنة التي حدثت بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، التي أعقبت مقتل عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. وبداية، يجب أن نعلم أن الفتن والاقتتال والخلاف في وجهات النظر من الأمور التي لا يمكن تجنبها. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم في النهاية بشر رباهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على مبادئ الإسلام العليا، وقد حدثت بينهم خلافات ووقع اقتتال وأخطاء، لكن يجب أن توضع الأمور في حجمها الطبيعي، ولا نبالغ في انتقاد الصحابة الكرام والتقليل من شأنهم، فقد اجتهدوا وأخلصوا، وكانت غايتهم في النهاية الوصول إلى الحق. فبعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه على أيدي بعض الثائرين والمحرضين، طالب بعض الصحابة ومنهم الزبير وطلحة وأم المؤمنين عائشة، طالبوا بالثأر من قتلة عثمان، وهذا أمر مشروع وواجب على الخليفة الذي تولى بعد عثمان، وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لكن متى وكيف؟ هذا كله يتوقف على تقديره للأمور ودراسته للموقف واستشارته لأولي الرأي والمشورة. يروى أن البيعة لما تمت لعلي، استأذن طلحة والزبير عليا في الخروج إلى مكة، فقال لهما علي: لعلكما تريدان البصرة والشام، فأقسم ألا يفعلا. وكانت أم المؤمنين عائشة بمكة، وعبد الله بن عامر عامل عثمان على البصرة، و يعني بني أمية، يعني أو أحد العمال من بني أمية كان عاملا على اليمن، فاجتمعوا بمكة كلهم، ومعهم مروان بن الحكم، واجتمعت بنو أمية وحرضوا على دم عثمان. وخشيت أم المؤمنين وقوع اقتتال وحرب بين المسلمين، فخرجت بنية الإصلاح بين الطرفين. فلما همت بالرجوع كانت الأمور قد ساءت والأوضاع قد تفاقمت، واستغل المحرضون الموقف. عندئذ قال لها الزبير: كيف ترجعين؟ وعسى الله أن يصلح بك بين الناس. ولما علم علي بخروجهم إلى الكوفة، جمع جنوده وخرج لمواجهتهم، وعسكر الفريقان والتقوا وجها لوجه. وقال عمار بن ياسر حين دنا من هودج عائشة: ما تطلبون؟ فقالوا: نطلب دم عثمان. فقال لهم عمار: قتل الله في هذا اليوم الباغي والطالب لغير الحق. وحين التقى علي والزبير وجها لوجه، قال علي للزبير: أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنك تقاتلني وأنت لي ظالم؟ فتذكر الزبير ما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فندم على خروجه وترك القتال وانصرف. ولما رآه الخوارج والمحرضون على الفتنة والقتال، أرسلوا في إثره عمير بن جرموز وفضالة بن حابس ونفيع التميمي، فقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما علم علي بمقتله قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير. ونادى علي طلحة وسأله: ما تطلب؟ قال: دم عثمان. قال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه؟
وانصر من نصره واخذل من خذله، وانت اول من بايعني ونكث. جاء في هامش كتاب العواصم من القواصم للقاضي الفقيه ابي بكر ابن محمد العربي المالكي، تفنيدا لمزاعم بعض المستشرقين والمعادين للاسلام والمتطاولين على تاريخه العظيم، قال: لقد خرج هؤلاء الصحابه لينظروا في جمع طوائف المسلمين وضم تشردهم وردهم الى قانون واحد حتى لا يضطربوا فيقتتلوا، وهذا هو الصحيح لا شيء سواه. بذلك وردت صحاح الاخبار، فخرج طلحه والزبير وعائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنهم اجمعين رجاء ان يرجع الناس الى امهم فيرعوا حرمه نبيهم، واحتجوا عليهم بقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وارسل فيه، فرجت المثوبه واغتنمت الفرصه وخرجت حتى بلغت الاقضيه مقاديرها. يعني ما اريد ان اضيفه او اقوله في هذا الامر، نحن نرى عندما تكون الامور يعني فيها فتن واضطرابات وكذا، يحاول المصلحون قدر المستطاع ان يصلحوا ما يفسده الغوغاء، سواء الان بالنشر او بالادعاء او بكذا، فبعضهم يصمت وبعضهم يحاول ان يفند وبعضهم يتصدى للامر ويتعرض ليعني تشويهات وغير ذلك. فبالتالي رواج الشائعات يعني امر لا يستطيع الانسان ان هو يكبح جماحه او ان هو يعني يتصدى له بكل طاقته وبكل قوته. المسلمون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا لأشياء كثيرة، ومن هنا وهناك، من اليهود ومن الفرس ومن المجوس، ويعني كل الدنيا تألبت ضدهم وحاولت أن تفسد ما بناه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وشيء منطقي أنك تجد ضعاف النفوس والذين يعني أسلموا متأخرا ولم يكن الإسلام قد تمكن من قلوبهم، أن تجد بعض الهفوات والأخطاء التي لا يمكن أبدا أن يخلو منها المجتمع. نحن نتحدث عن مجتمع من البشر وليس من الملائكة، وإذا ما قورنا يعني مجتمع الصحابة على ما حدث رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بأي مجتمع آخر، ستجد أنه أقرب إلى يعني المثالية وإلى الكمال وإلى الصورة الصحيحة التي تكون عليها المجتمعات المتماسكة والمتحابة، حتى رغم هذه الندبات ورغم هذه يعني الأشياء البسيطة. وقد مدحه حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في قصيدة مؤثرة جاء فيها: أقام على عهد النبي وهديه حواريه والقول بالفعل يعدل، أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق أعدل، هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل، وإن امرأ كانت صفية أمه ومن أسد في بيته لمرفل، له من رسول الله قربى قريبة ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل، فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى والله يعطي ويجزل، إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض سباق إلى الموت يرفل، فما مثله فيهم ولا كان قبله وليس يكون الدهر ما دام يذبل. وهذه بعض شهادات الصحابة رضوان الله تعالى عنهم في الزبير رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. قال عثمان بن عفان عندما طلب بعض الصحابة منه أن يستخلف الزبير بعد موته: أما إنه لأخيرهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصف ابنه عبد الله بن الزبير خشيته وخوفه من ربه، وكان يعني ملاصقا له وقريبا منه، فهو يصف خشية والده وخوفه من الله، فيقول: سألت الزبير أبي
عن قلة حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان ابن عمته ويعني قريبا من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يمسك فمه ولا يتكلم كثيرا عن الرسول. فقال: كان بيني وبينه من الرحم والقرابة ما قد علمت، ولكني سمعته يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فهو يخشى رواية حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من النسيان أو الزلل أو تبديل كلمة بأخرى أو الخطأ فيتعرض لغضب الله عز وجل. وقد جعله عمر بن الخطاب في أهل الشورى الستة الذين اختارهم من بعده ليختار المسلمون لأنفسهم من بينهم خليفة لهم، وقال عنهم: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. يعني عمر لما جاءته الوفاة وقتل قالوا له استخلف، فاختار ستة وهم أهل الشورى بحيث يختار المسلمون من بينهم واحدا، وكان من بينهم ابنه عبد الله بن عمر، لكنه لم يسمح له بأن يعني يتولى من بعده، لكن يكون له رأي في اختيار واحد من هؤلاء الستة. وقال عنهم يعني ما قال: إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض. وكان الزبير يفتخر دائما بمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه مرتين، يوم أحد ويوم قريظة، فقال: ارمي فداك أبي وأمي. يعني عاوز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قال ذلك لأحد قط، فهو يقول: فداني مرتين، يوم أحد ويوم قريظة، عندما أمرني بالرمي، رمي الأعداء بالسهام، وقال: ارمي فداك أبي وأمي، وهو واحد من العشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل الزبير بن العوام، ذلك البطل الذي بدأ رحلته مع الإسلام صغيرا ونشأ وترعرع في ظل الإسلام وضرب أروع الأمثلة في البطولة والتضحية والجهاد، وكان مناصرا للحق منفقا في سبيل الله، ونفعنا الله تعالى بسيرته. اللهم آمين، اللهم آمين.